السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح اعرفكم ايش يعني تطعموا الجراو اللي عمرهن اقل من شهر. طبعا ممكن تلاقوا جراو عمرهن اقل من شهر لاسباب معينة، ممكن يعني بعض الاطفال او الاولاد يأخذون من امهن، وطبعا هذول الجراو يفقدن امهن. انت اكيد مش راح تقدر تجيب لهن حليب وتطعميهن، يعني الجراو يعني بكون الوضع صعب. اذا يعني فقدن امهن ممكن يموتن. وانا طبعا وجدت مره يعني زي هيك جراو عمرهن صغير، يعني صغار بشكل كبير، احترنا ايش بدنا نطعميهن. طبعا حليب مستحيل نقدر نجيب حليب ونصير نطعم رضع فيه الحليب، يعني عمرهن صغير كثير. الجراو هذول ممكن الاولاد اخذون من امهن ورموهن، وطبعا فقدن امهن ومش عارفين وين امهن. طبعا بالوضع الطبيعي الجراو المفروض ما يتاخذ من امهن عمر العمر اقل اشي شهر ونص، لانه الجرو يعني ما بيقدر ياكل، فيعني بيكون برضع حليب برضه، حتى مناعته تقوى وصحته تقوى، يفضل يظل يستمر بالرضاعة لحتى شهر ونص. لكن اذا وجدته يعني جرو عمره اقل من شهر، تقريبا ما فيش غير اكل واحد بيقدر ياكله، اللي هو امعاء الدجاج، او احنا نقول له مصارين الدجاج. تقدروا تجيبوهن المصارين والامعاء من اي محل نتفات دجاج او معطات دجاج. طبعا بقايا الاكل في عظم او في لحم طبعا جرو ما بيقدر ياكله، لانه لسه ما لهوش اسنان وصعب ياكله. تقريبا يعني الاشي الوحيد اللي بيقدر ياكله اللي هو امعاء الدجاج او مصارين الدجاج. وبرضه امعاء الدجاج لانه فيها وسخ ممكن تكون يعني تأثر على الجرو وتسبب له امراض وممكن يموت برضه، لكن هذا الخيار الوحيد. لكن اذا بهمك انه الجرو يعيش، في ناس بيعملوا بيشيلوا بنظفوا المصارين والامعاء، بنظفوها من الوسخ اللي فيها وبغسلوها بمي وبخلوا الجرو ياكلها. يعني كل ما كانت نظيفة بتكون احسن. لكن يعني اذا جرو يعني بدك تقدم لهن اشي حتى تنقذهن يعني عشان ما يموتن، ممكن تجيب لهن امعاء ومصارين دجاج وتقدموا لهن، في احتمال كبير يظلهن على قيد الحياة ويعيشن ويكملن حياتن. تقريبا كان هيك طريقة إطعام الجرو اللي عمره أقل من شهر إذا فقد أمه. بالنهاية لا تنسوا تعملوا الفيديو بلايك واشتركوا معنا بالقناة، ويعطيكم العافية.